بدنا نشكر الاتحاد الأردني الكيك بوكسينج والمواي تاي برئاسة سامي الوحش لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ودكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي مرة ثانية حابين نسمع ترحيب All the way from Syria on the white corner Mr. محمد الدحام اللاعب السوري محمد دحام من سوريا الله معانا نقهر عيدانا سجل يا تاريخ واكتب يا زمن من طبع السوري لا ما يهاب المحن سجل يا تاريخ واكتب يا زمن من طبع السوري لا ما يهاب المحن نفهم احنا بالواجب دوم باعلى المراتب اللاعب الاردني وليد زقزوق دوم باعلى المراتب عائلة زقزوق العائلة العريقة بالمويتاي الاردنية والعزة بدمنا عالي فايت بتخيل حيكون كثير قوي وكثير في تكنيك عالي هنا معاه الكابتن البوريني Right now we have a fighter named Mohammed Dahham from fighting out of Syria as he takes the ring right now. And his fellow opponent. And from Jordan on the black corner, Waleed Zakzouk. His opponent taking the ring right now, Waleed Zakzouk, a very infamous family, the Zakzouk family, known for bringing Muay Thai, Jordan, and all of its participants. They're widely known as a great pioneers of Muay Thai towards the Middle East. And we welcome one of their greatest fighters, Waleed, to take the stage. And I think this battle will be quite fierce. I look forward to seeing the outcome. هنا اللاعب الأردني وليد زقزوق اللاعب الأردني وليد زقزوق يخرج معاه الماستر خالد زقزوق وسيف زقزوق الماستر خالد مدرب المنتخب الأردني وهو بطل العالم سيف زقزوق He's accompanied by the Grandmaster. بنحب نشكر اللاعبين كمان مرة نتمنى لهم كل التوفيق في المباراة ودائما بنحب نسمع تشجيعكم من جميع أنحاء الملعب ومن جميع الاستاديوم نسمع تحية محمد دحام لاعب عدة بطولات محلية ولاعب بطولة عرب وعنده بالاحتراف سجل احترافي واحد فوز بدون أي خسارة بطول 170 سنتيمتر عمره 18 سنة بوزن 54 كيلو واللاعب وليد زقزوق لاعب بطولة العالم للأطفال وجايب ذهبية فيها وبطولة العالم للشباب وجايب برضه ذهبية وبرضه عنده فضية برضه بطولة العالم للشباب وحاصل على كأس ببطولة MMA ب 15 فوز بسجله الاحترافي وأربعة خسارة واثنين ضربة قاضية بطول 157 سنتيمتر على وزن 54 سنة نتمنى التوفيق للاعبين الاثنين وفايت إن شاء الله حيكون حلو As both fighters pay respect to the sport of Muay Thai Waleed stands at 157 centimeters, weighing in at 54 kilograms, while Mohammed weighs in at 54 kilograms with one win and zero losses, standing at 150 centimeters. As both fighters go to their corners to speak with their coaches, we get ready to begin this fight. هنا الحكم الدولي أسامة الرنتيسي يعطي التعليمات للاعبين. في الركن الأحمر وليد زقزوق والركن الأزرق محمد دحام As
both fighters try to feel each other out right now to try to understand each other. And blows coming in right away with a clinch. Immediately knee. Ooh. Fight حماسي. وليد زقزوق عم بيستنى بيعتمد على الكاونتر اتاك. عرضة الهجوم المرتد. لو كيك. مرة ثانية لو كيك باليمين. كتير لطيفة. هون في وابل من اللكمات على وجه اللاعب محمد دحام. محمد دحام لازم يطلع من الزاوية ويحاول يهجم أكثر. وبتخيل لازم يستخدم طوله ويلعب من مسافات أبعد شوي. لأنه أطول من اللاعب وليد فلازم يستخدم الأطراف تبعته بشكل أحسن ويلعب من لونج ديستانس مسافة طويلة على عكس اللاعب وليد. هون باك فيست رائعة. كمل وليد. زقزوق عم بكمل. كلينش. تم إسقاط اللاعب. الإسقاط ما في عليه أي نقاط ولكن بعطيه أفضلية عند النتائج. As no points go down for that knockdown, but this fight has begun to really take place as Muhammad should be playing with reach. But as we can see, Waleed loves to play as from close range. He is a very flexible man as he kicks, spins, and continues to try different tactics to take down his opponent as he comes in. هجمة رائعة. كلينش. عم بيستعمل كثير اللاعب وليد زقزوق الكلينش. البطولة حتكون من ثلاث جولات كل فايت. ثلاث دقائق كل جولة. دي ارس. هون اللاعب عم بكمل بلكمات كثير قوية. كلينش. وبيعتمد كثير وليد زقزوق لأنه أقصر من اللاعب الثاني بكثير. بيعتمد على اللونج على الشورت ديستانس سوري. بيعتمد على المسافة القصيرة. هون شوي نزل الريتم لأنه كثير تعبوا اللاعبة. الحكم صفر. هون الحكم المدربين الاثنين البوريني وسيف زقزوق عم بيعطوا التعليمات للعيبه. وعم نشاهد الماستر خالد من الخارج عم بيعطي التعليمات لوليد زقزوق. الجماهير اكثر ما بتتخيلوا حماسيه. ما بتتخيلوا قديش الجو حماسي. وهنا كل واحد من المدربين عم بيرسم الاستراتيجيه زي ما دائما بيحكوا. الفايت الجوله الاولى دائما للفايتر والجوله الثانيه للمدرب. خلينا نشوف هلا شو بده يصير. As the first round has come to a close, we see both fighters in their corner taking instruction from their coaches and trainers as the wonderful crowd around us is erupting it with joy. The first round is known to be in the world of Muay Thai as the fighters round, while the second and third come in with great addition from the coaches and their advice. We see as we're about to take forward to the second round what these fighters will do. إيهاب شو رأيك بالأول راوند؟ أول راوند بتخيل راحت لوليد زقزوق كان كتير قريب إنه يعمل له نوك داون بس برضه محمد دحام لعب كتير منيح وبتخيل الراوند الثاني حتكون كتير قوية. لازم محمد دحام هلا يفوز بالجولة الثانية إذا جد كان هو فايز وليد زقزوق بالجولة الأولى ويثبت حاله عشان يقدر يلعب الجولة الثالثة بأريحية أكثر. بدأت الجولة الثانية. الجولة الثانية هادين اللاعبين أكثر أخذوا على الجو. أوه باك فيست لو كيك قوي من محمد دحام. باك فيست من وليد زقزوق عم بكمل. لكمة قوية من محمد دحام بس بجنبها بكلينش وليد زقزوق. وليد زقزوق عم بحاول يقرب شوي شوي على اللاعب. محمد دحام مسكه باك فيست. أوه قوية من محمد دحام. هون سيف زقزوق والبروني عم بيحاولوا يعطوا تعليمات للاعيبه تبعونهم. وليد زقزوق عم بيحاول يلعب شوي شوي من قريب. الحكم وسام الرنتيسي بيحكي لهم لازم تحتكوا اكثر. او لو كيك حاول يعمل سويب ما زبطت من وليد زقزوق. محمد using his reach to his advantage as every time Waleed does step in for an exchange. Huge blow from Waleed Zagzug as he knocks down محمد. لكمات مع لوكيك. وليد عم بيعتمد على انه يطلع لفوق بعدين يرجع تحت بين ركبه بس بيمسكها وليد زقزوق وبسقط اللاعب على الارض. بعتقد لازم وليد زقزوق يرفع ايده شوي لفوق اكثر. بيمسكه بيعمله سويب. السويب ممنوعه.
عم بيحاول وليد زكزوك يضغط باللاعب للحبال ويستغل هذا الشيء، بيلعب معاه شوي شوي ايدين، اوه سوبرمان بانش وقبل من اللكمات، عم بيحاول وليد يعتمد كثير على الايدين عشان فرق الطول. هون كيك مع لو كيك، واو من وليد زكزوك. اوف بعتقد لازم محمد دحام يستغل اخر الجوله ويشد حاله اكثر، لانه برضه بتخيل انه وليد لساته لإله الجوله الثانيه. فلت الجلافز هون تاع محمد دحام، والكابتن بريني عم بيحاول يعطيه يجهز له عامل له اياه منيح. Absolutely fantastic performance from both fighters, but as we can see, Waleed taking the advantage maybe bit by bit as he has knocked down his opponent several times during this fight. And as the second round comes to a close, we'll see what the coaches have in store for the next round. We think that, I think personally, that Muhammad has to play to his reach advantage a lot more as he is taller. But we can see that Waleed's tactic is to come in within every exchange. Ahmed, tell me, what do you think? Who will win? Saraha, I think Waleed will win. He's, so far, he's shown no fear. As you can see, he always takes the center of the ring. Daiman bin Mus, Mish Khayyib, as he pushes Muhammad towards the edge of the ring every time, in every exchange. برأيي الفايت الجولة الثانية كان أقرب من الجولة الأولى، الجولة الأولى راحت كثير بتخيل لوليد زكزوك، بس الجولة الثانية كانت قريبة مع إنه بتخيل برضه شوي كانت لوليد. خلينا نشوف الجولة الثالثة، بتخيل الاثنين تعبانين، ممكن يكون في ضربة قاضية، لازم محمد دحام يضغط أكثر شوي، بس خلينا نشوف شو راح يصير هلا، خصوصا إنه هلا وليد بتخيل هاي الجولة الأخيرة جولة الجمهور. صوت الجمهور زي ما انت سامع قديش هم حماسيين، وليد بين ارضه بارضه بين جمهوره، بتخيل هلا الوضع كثير حماسي. As we can see, Waleed takes the center of the ring ready to fight again. And I'm sure if you all have heard at home or even from the stands how loud this crowd is. As we approach the final round, we will see what unfolds as a low kick goes and an immediate clinch. But attempted a takedown from Muhammad Dahham. Muhammad Dahham اعتمد حركة اسقاط ممنوعة. وهون وليد بحاول يلعب من قريب باك فيست، ولكن زوغان لطيف من اللاعب محمد دحام. لو كيك قوية من وليد، عم بحاول يعتمد على اللو. اوه اسقاط أكثر من رائع من وليد زغزوق. محمد دحام لازم يلعب على اللونج ديستانس أكثر، على المسافات البعيدة. يستغل طوله، عم بحاول يعمل كلينش، اسقاط مرة ثانية، الاسقاط ما في عليه أي نقاط. For those viewers at home and in the stands, it is worthy to note that these takedowns being done by Muhammad Dahham earn no points as they are illegal takedowns. بتخيل لازم وليد شوي يركز على فخذ الايسر للاعب محمد دحام، لانه بتخيل عمل له اصابه وهي عم ببدل الجارد تبعه، بس وليد هيو بمد الجاب، بتخيل حيطلع محله زي ما قلت لك، هيها عم بدفشه لزاويه الحلبه وعم بيكون كثير ممتاز وليد. محمد دحام تعبان، بتخيل لازم الحكم يعد عليه. ما شاء الله ايهاب شكلك فاهم على المواي تاي، يعني شوي كنت العبها. انت كسؤال، انت لعبت بكم من بطوله بحياتك، كيف شعور المقاتلين هلا بيكون؟ هلا المقاتلين باخر جوله بيكونوا تعبانين، عم بيحاولوا يخلصوا الفايت. اكثر شيء صعب هو قبل اول ضربه، بعد اول ضربه كل هذا الخوف بروح، وهلا انت لازم على الحلبه تطلع كل شيء انت تدربته وكل شيء تعلمته بهاي اللحظه وتسمع كلام مدربك. اوه محمد دحام لكمه كثير قويه، بتخيل هزه اللاعب وليد، ولكن وليد هيو رجع تمام، عم بهجم مرة ثانية. اوه لو كيك مرة ثانية، لازم كمل باللو، وليد مع الجاب، انتهت المباراة. وبتخيل الجو المباراة هاي راحت للركن الأحمر وليد زغزوق. خلينا نشوف قرار الحكام بيعطوها لمحمد دحام ولا لوليد. هنا الكابتن بوريني وسيف زغزوق على الحلبة. As the third round comes to a close, the crowd is pretty convinced that the winner of this bout should be Waleed. But we will come to see what the referee has to say, and the judges as well. As this fight was an extremely, extremely entertaining to watch. Both fighters were struggling from fatigue towards the end. We'll see how this unfolds
as Captain Lami takes the stage to hand another cup to the winner of this battle. هون الحكم أسامة الرنتيسي بده يعلن مين الفائز. إجماع القضاء ثلاثة مقابل لا شيء، فاز لاعب الركن الأحمر وليد زقزوق بالركن الأحمر، وأول فوز للأردن اليوم. مباراة كتير قوية وكتير رائعة هون، ماسر خالد وسيف زقزوق، كابتن بوريني ورامي زيدان. هيو هلا بدي سلم الكأس للفائز من الركن الأحمر وليد زقزوق. فايت جدا رائع، كان كتير حلو أحمد صراحة، كتير عجبني الفايت. And as you can see the red corner وليد زقزوق has won the first fight and it is the first win for the Jordanian national team as the night continues. ألف ألف مبروك للفائزين وهارد لك لكل اللعيبة، وبتوفيق لكم دائما جميعا. حماسكم ولا أروع، بدنا نسمع كمان تحية وكمان تشجيع، يلا من كل الزوايا. And we'd like to thank our sponsors, Brazilian Fightwear. ومعاكم يقود هذا النزال الحكم قيس العبابنة، القضاء الحكم الدولي أسامة الرنتيسي، الحكم الدولي رائد عساف، الحكم الدولي صلاح سليم. يدير هذا اللقاء الحكم الدولي قيس العبابنة.